عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وباحسن احوال. في فيديو اليوم بغيت نشارك معكم الطريقه اللي نظمت بها حقيبه السفر ديال بنتي لما سافرت بها الاول مره، فتقدروا تاخذوا منها افكار وللاشياء اللي غادي تحتاجوا بالنسبه للمولود ديالكم خلال السفر، وكذلك مجموعه من النصائح المهمه جدا لكل سيده غادي تسافر لاول مره بوحدها مع المولود ديالها. فنصائح اللي مهمه بزاف، فاذا كان كيهمكم الامر خليكم معايا حتى اخر الفيديو. فبالنسبه للملابس اللي غتحتاجوا فغادي يكون على حساب طبيعه الحال الوجهه ديالكم، على حساب الجو، وكذلك على حساب المده اللي غادي تجلسوها. فانا سافرت تقريبا في الاول ديال شهر 11، كان يلاه بدا شويه البرد، فخديت ليها هاد لي غونوييغ طوالين بالكمام ديالهم على حساب الخريف والبرد، وخديت ليها كذلك هاد لي سوفيتمون هادو او الوانسيز اللي كيتسدو من تحت، اللي ضروريين بزاف وبالخصوص في الفصل ديال الشتاء باش كيبقى الظهر ديالهم مغطي، ما كيتعرش ليهم الظهر ديالهم بالليل. وخديت ليها ملابس كذلك اللي سخونه على حساب كما قلت لكم الفصل، فكان الفصل ديال بدايه ديال فصل الشتاء. وخديت ليها كذلك مجموعه من تيشيرتات كم او فول سليف، وكذلك مجموعة من السراول ديال الجين وديال التوب مختلفين باش تلبسهم مع دوك لي تيشيرت اللي خديت ليها. ومسألة مهمة جدا، سواء بالنسبة للملابس او الاحذية، لابد نتأكدوا من انهم في القياس ديال البيبي ديالنا، في الخصوص الا كانت شي حاجة اللي جديدة اول مرة غادي معمرو ما لبسها، فنجربوها اولا باش ماشي نديوها نعمرو بها الباليزة وفي الاخر نكتشفوا على انها سواء صغيرة عليه صغارت عليه او لا كبيرة عليه، فما غاديش نستعملوها وغادي نكونوا عمرنا بها الباليزة بدون فائدة. فنتأكدوا من القياس ديال الملابس اللي غادي ناخدوهم معنا في الشنطة. وخديت ليها كذلك هاد لي غوب ديالها، خديت ليها جوج، وكذلك عندها دي غوب تما اللي خداتهم ليها جداتها، فما تقلتش ما خديتش معايا بزاف ديال لي غوب. وخديت ليها كذلك هاد السوفت شوز ولا هاد الاحذيه ديال القماش، بما انها مازال ما كتمشاش، فهادو هما الاحذيه اللي كنلبسهم ليها حاليا اللي كيكونوا رطيبين هكا. وخديت ليها كذلك اللايبات على حساب الفصل ديال الشتاء باش تلبسهم مع الكسيوات الى اخره. وهادو بما انها بدات كتوقف شويه على ركيباتها، فخديت ليها هادو الخاصين بالركابي بالنسبه للاطفال اللي كيحبوا، وهذا كذلك سوفت شوز اللي تلبسوا مع الكسيوات. وخديت لها كذلك مجموعه من الجوارب، وكذلك مجموعه من هاد الرابطات هادو ديال الشعر. وخديت ليها كذلك هاد الجاكيطه هادي اللي صايبتها ليها راسي في الدار، صايبتها ليها. وخديت ليها معاها هاد القبعه اللي جات معاها، وخديت ليها كذلك ديت معايا هاد الكسيوات اللي خيطت ليها في الدار، هما باقي ما كاملينش مازال ما مفينينش، ديتهم معايا لهيها، لان في باكستان كاين عندهم داكش اللوازم ديال الخياطه زوينين بزاف، فديت معايا هادشي اللي خيطت ليها باش نكمل ليها الخياطه اللي هي نشري ليها السفايف وداك الصديفات الى اخره اللي غادي نحتاج. وخديت ليها كذلك هاد الطريبشات ديالها سخيخنين على حسب الشتاء، وكذلك مجموعه من الرياقات بطبيعه الحال اللي كنحتاجوهم بزاف. وخديت ليها كذلك الفوطه ديالها ديال الحمام، وكذلك الفراشات ديالها، وهاد الملايه ديالها كذلك. وخديت ليها مجموعه من الفوطات ديالها، وخديت ليها كذلك هاد لاجيغوتوز ديالها،
وبالنسبة للأدوية بطبيعة الحال أنا ديتها الطبيبة ديالها، أخذت اللقاح ديالها. من ضروري جدا أن السفر ديال الطفل يكون من بعد ما يكون خذ اللقاح دياله ويرجع قبل الموعد ديال اللقاح الموالي. وكذلك طلبت من طبيبة علمتها بأن راه غادي نسافر ببنتي لواحد المدة، طلبت منها تكتب لي جميع الأدوية الضرورية اللي نقدر نحتاج خلال هذه المدة. فكتبت لي هذا البخاخ، هذا ديال الأود ديال الأنف عفوا، وهاد المحاليل هادو ديال ديزيدغاتاسيون في الحالة ديال الإسهال، وهذا الفيتامين دي اللي هو ضروري طبيعة الحال، والدواء الخاص بالغازات، وهذا واحد الدبوس طارد للحشرات اللي كنت كومونديته من أووك، وهذا الفيكس الخاص بالأطفال في حالة ديال الإصابة بالزكام وبالكحبة إلى آخره، وهذا مخفض للحرارة. وبطبيعة الحال الترمومتر ضروري لابد دائما يكون معنا. فهذو هما الأدوية اللي ديت معايا. وبالنسبة لهاد الزجاجات هادو، بما أنهم ديال الزجاج فلفيتهم بهاد البلاستيك هذا اللي كيكون فيه الهواء باش يعني ما يتهرسوش ليا في الشنطة. ونظمت هاد الأدوية هادي كاملة في وسط هاد لاتروس هادي، جمعت ليا كاع داك الأدوية كاملة اللي ديت معايا. وكذلك ديت ليها الاشياء الخاصه بالاكل اللي غادي نحتاج بالنسبه ليها، بما انها فاتت في داك الوقت، كانت فاتت 6 اشهر وكنت بديت ليها في الاكل، فخديت ليها بطبيعه الحال الكاس الخاص بالماء، وكذلك العلبه الخاصه بالطعام والمعلقه، وكذلك الرياقه الامبيرميابل. وبالنسبه للوازم ديال الحمام وضعتهم في هاد لاتروس هادي، ديت ليها الشامبوان ديالها ديال سيباميد اللي كتستعمل، وكذلك هاد البونجه هادي ديال الصابون. وخديت ليها كذلك هاد لي كونتونتيج اللي كنستعمل ليها، وصابونه ديال الحجره باش كنغسل ليها، ووحده بالنسبه للملابس ديالها باش كنغسل ليها الملابس ديالها، وهذا المقص هذا ديال الاظافر والمبرد الى اخره. الاشياء هادي كامله خشيتها او نظمتها في هاد لاتروس هادي. ديت كذلك داك السيفتي بينز، وديت معايا هاد كيس الغسيل هكا باش نجمع فيه الملابس ديالها اللي محتاجه غسيل، حيت ما كنجمعش انا الملابس بزاف، كنت في داك الوقت كنغسل ليها الملابس بيدي بصابون الحجره. وفي هاد لاتروس هادي جمعت فيها هاد الليبات ديالها، وهاد الربطات ديال الشعر، والرياقات الى اخره. هاد لي بياس هادو الصغار كلهم جمعتهم في هاد لاتروس، وبقاو منظمين في وسط من هاد لاتروس عوض ما يبقاو مشتتين ليا في وسط الشنطه. فجمعتهم كاملين في وسط هاد لاتروس هادي. وديت معايا كذلك هاد البودانات هادو اللي كنت صايبت وشاركت معكم الطريقه ديالهم في فيديو خاص بالدي اي وايز الخاص بمستلزمات المولود. وديت كذلك هاد الكرسي الخاص بالاستحمام اللي كيتطوى على هاد الشكل هذا، فما خداش ليا مساحه كبيره، وكذلك الوزن ديالو ما تقيلش بزاف. وبالنسبة للوازم تغيير الحفاض، فكذلك نظمتهم داخل هاد لاتروس هادي، وضعت فيها هاد الفراشة هادي اللي كنفرش خلال تغيير الحفاض، وضعت كذلك مجموعة من الحفاضات وليلانجيت بطبيعة الحال اللي ضروريين على برا، ملي كنكونوا على برا دائما لابد يكونوا معنا او يكونوا عندنا ديلانجيت، وكذلك الكريم ديال الحفاض، والكيس طبيعة الحال اكياس بلاستيكية باش ندير فيهم الحفاضات اللي كنحيد. وهاد اللوازم كاملة ديال تغيير الحفاض كلها تجمعت ليا في هاد لاتروسة صغيرة اللي درتها داخل الحقيبة اليدوية ديالي او الحقيبة ديال اليد اللي هي هادي. خديت معايا هاد الحقيبة هادي، الحجم ديالها كبير، هزت لي مجموعة من الأشياء،
علقت فيها هاد المعقم هذا ديال اليد اللي حتى هو ضروري دائما كيكون عندي كنحتاجوه بزاف دائما ملي كنكونوا على برا. الحقيبة ديالي ديال اليد وضعت هذا الركاب هذا اللي ينفعني بزاف في المطار. وضعت كذلك هذيك لاتروس اللي فيها اللوازم ديال تغيير الحفاضات. وبطبيعة الحال خديت ليها البيسة باش نبدل ليها الا احتاجت نبدل ليها، فضروري يكون عندكم باش تبدلوا للوليدات ديالكم. وخديت ليها الفوطة ديالها بطبيعة الحال، ومجموعة من الرياقات اللي حتى هما كنحتاجوهم بزاف. ومجموعة من الألعاب باش تلهى بيهم هكا في المدة ديال السفر. وعلى أي يعني بنتي أنا ما كترضعش صناعي، فما احتاجتش ندي ليها رضاعة ولا حليب صناعي ولا هادشي كامل. بطبيعة الحال انتم إلا كان الطفل ديالكم كيرضع رضاعة صناعية فغتحتاجوا تديو لي الحليب ديالو إلى آخره. وديت كذلك هاد المنظم هذا اللي هو كيتسطوى كيتجمع اللي كننظم فيه اللوازم ديال تغيير الحفاض بالنسبة للاستعمال اليومي داخل البيت. فكننظم فيه الحفاضات على هذا الشكل، كنوضع فيه كذلك هاد الفراشة ديال تغيير الحفاض، كنوضع فيه كذلك هاد العلبة اللي فيها زيت ديال الأطفال واللوشن أو الحليب ديال الأطفال والسبراي كذلك. هكا كنعمرهم في القريعات الصغار باش ما يبقاوش عندي القريعات يعني في الحجم الكبير. وكنوضع فيه كذلك بطبيعة الحال الكريم ديال تغيير الحفاض والبروسة ديالها النشيطة ديالها وهاد لي لانجيت هادو اللي كنستعملهم النهار اللي ما كنعومهاش، النهار اللي ما كنغسلش ليها كنمسح ليها فقط بهاد لي لانجيت هادو، بالخصوص في الفصل ديال الشتاء طبيعه الحال فما كنعومهمش كل نهار، فكنستعمل هادوك لي لانجيت. وهادو كمادات خاصين بالسخانه حتى هما كنوضعهم هكا في هاد المنظم. وهاد المنظم كيف ما كتشوفوا هو كيتطوى كيتجمع، فما كيخرج مساحه داخل الحقيبه. وملي غادي نوصل تما غادي نفتحو ونعاود ننظم فيه هاد الاغراض كلها كيف كانت منظمه. وديت معايا كذلك هاد المنظم اللي هو نفس الشكل بحالو بحال المنظم الاول، حتى هو كيتجمع غير هذا الحجم ديالو شويه كبير، حتى هو كيتجمع وكيتطوى وما كياخدش مساحه داخل الحقيبه. فديته معايا هكا باش ننظم فيه بعض الاغراض الخاصه بها، نقدر ننظم فيه الملابس ديالها الداخليه الى اخره. فكيف ما كتشوفوا حتى هو كيتجمع وما كياخدش مساحه بتاتا داخل الحقيبه. وهادو كنت خديتهم بخمسة ريال من الباسم. وهذه هي الحقيبة ديال بنتي من بعد ما نظمت فيها الملابس بهذا الشكل، فطويتهم كلهم على هذا الشكل، ما خدوش لي مساحة كبيرة داخل الحقيبة. وهذه على فكرة هي الحقيبة صغيرة الحجم اللي كنطلعوا معنا في الطيارة، هي اللي نظمت فيها الملابس ديال بنتي، طلعتهم معايا في الهاند كيري الفوق في الطيارة. وبالنسبه للكسيوات ديالها ما طويتهمش بطبيعه الحال، حطيتهم غير هكا فوق الملابس خليتهم مسرحين. نجيو الان للنصائح والارشادات المهمه الا كنتي غادي تسافري بوحدك مع البيبي ديالك، فحاولي
ما تطلعي معك حتى شي حاجة للطيارة، ما تكون عندك حتى شي حقيبة إضافية، فقط الحقيبة ديال اليد أو ساكامان ديالك، ومن الأحسن يكون باك باك أو لا حقيبة ديال الظهر، وديري فيها الأغراض الضرورية اللي غادي تحتاجي خلال الرحلة بالنسبة للطفل ديالك، تبديلة ديالو، لوازم ديال تغيير الحفاض، الأكل ديالو، شي لعبة باش يتلاها، والأغراض الشخصية ديالك طبيعة الحال، البسطام والهاتف والنقود والأشياء الثمينة، يعني فقط الأشياء الضرورية اللي غادي تحتاجيها خلال الرحلة ديالك، زائد الأشياء الشخصية اللي ما يمكنلكش توضعيها في مع الباجاج، ما تبقى حولي كل شيء انك توضعيه في الباجاج، وبالتالي ما خصكيش تدي معك واحد الوزن اللي هو اضافي واشياء كثيره فوق الوزن ديالك، لانك غادي تضطري انك ديري حقيبه اضافيه اللي غادي تطلعيها معك في الطياره، وغادي تخلق لك مشكل مع بالوجود ديال البيبي ديالك وانت بوحدك بطبيعه الحال. بالنسبة للتنقل داخل المطار وداخل طائرة كذلك، فإذا كان البيبي ديالك ما تقيلش بزاف، الوزن ديالو في حدود 10 كيلو يعني تقدري تهزيه، فمن الأحسن أنك تركبيه أو تستعملي داك الركاب، كيبقى أحسن بالنسبة للمطار حيت كيخلي الكليمان ليبغ، زائد أنك كتقدري تستعملي الركاب حتى داخل الطائرة، العكس ديال لابوسات اللي كياخدوها منك في الباب ديال الطياره، الا كنتي تستعملي لابوسيت فحدك الباب تاع الطياره وكياخذوها لك، اما الركاب فكتستعمليه حتى داخل الطياره. وبالنسبه للركاب فما كيطلبوش منك انك تحيديه في تشيك بوينتس او في التفتيش، كدوزي عادي بلا ما كتحيدي الركاب، وحتى في الوقت ديال الاقلاع وفي الهبوط ما كيطلبوش منك انك تحيدي الركاب، كتقدري تربطي الحزام ديال السلامه عادي فوق وانت مركبه البيبي ديالك بلا ما تحيديه. بالنسبه للتذكره ديال البيبي، فاذا كانت عندك الامكانيات وبغيتي تاخدي فول تيكت الطفل ديالك ويكون عنده المقعد الخاص ديالو، غادي يكون حسن حيت غادي ترتاحي نوعا ما. هذا الشيء الا كان الطفل بطبيعه الحال كيقدر يجلس، سينو بالنسبه للطفل اللي السن ديالو قل من عامين فتقدري تاخدي ليه انفنت سيت، وما كيكونش عنده المقعد ديالو، كيجلس معك في نفس المقعد، وكتخلصي عليه 10% من قيمه التذكره. اما الا كان السن ديالو اكثر من عامين فما كيبقاش عنده الحق في الانفنت سيت، خاصك تاخدي ليه الفول تيكت بحال شخص كبير. بالنسبه للوزن المسموح به للطفل بالنسبه للانفنت سيت، فعلى حسب الخطوط اللي غتسافري فيها، يمكن يعطيوك حقيبه واحده من ديال 10 كيلو او 23 كيلو على حسب. اما الا كان فايت عامين وخديتي ليه تذكره عاديه فبطبيعه الحال غيكون عنده نفس الوزن اللي غيكون عندك. في الوقت اللي كتجي تحجزي التذكره ديالك، الا كان عندك اسكال في شي بلاصه ما عندكش واحد الرحله مباشره، فحاولي انك تختاري هذاك الاسكال ما يكونش المده ديالو طويله بزاف، لانك غادي تكرفسي مع البيبي بطبيعه الحال، وفي نفس الوقت هذيك المده ديال الاسكال ما تكونش قصيره بزاف، يعني تقريبا 30 دقيقه، فالرحله الاولى تقدر تتاخر من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه مثلا، فغادي يبقى عندك فقط 15 دقيقه باش تلتحقي بالرحله المواليه، ما غيكونش عندك الوقت الكافي الا بغيتي مثلا تستعملي الحمام او تغيري الحفاض للطفل ديالك، بالخصوص انه كيكون صعيب عليك داخل الطائره انك تستخدمي الحمام او تغيري الحفاض للبيبي ديالك، فدائما كتحاولي تستغلي الوقت الوجود ديالك في المطار باش تقومي بهذه المسائل هذه، فاذا كان عندك الوقت اللي هو محاك وضيق فكتولي المهمه صعبه نوعا ما، فهذه المسائل هذه لازم تاخديها بعين الاعتبار. كذلك حاولي تحجزي في رحله ما تكونش عامره بزاف، يعني يكونوا فيها مقاعد فارغه، ولهذا الغرض خاصك تختاري واحد الوقت اللي ما يكونش يعني وقت سيزن كيف ما كنقولوا، يعني سواء العطله ولا رمضان ولا راس العام ولا الاوقات اللي كتكون فيها الرحلات مكتظه، باش تقدري تختاري البلاصه اللي غتجلسي فيها وتجلسي على خاطرك. وكذلك حاولي توصلي بكري المطار باش تقدري تختاري المقعد ديالك اللي بغيتي تجلسي فيه، وتقومي بكامل الاجراءات ديالك بسلاسه وبدون ما تستريسي. فاذا كانت الرحله ما عامراش بزاف يمكن لك تطلبي من المضيفه انها تبدل لك المقعد،
واحسن بلاصه يمكن تجلسي فيها هي المؤخره ديال الطائره اللي كتكون خاويه اذا كانت الرحله ما عامراش بطبيعه الحال وفيها مقاعد فارغه. فالمؤخره ديال الطائره هي اللي كيكونوا فيها المقاعد الفارغه بطبيعه الحال، فيمكن لك في هذه الحاله تجلسي على خاطرك وتجلسي الطفل ديالك في المقعد المجاور. كذلك غادي تاخذي راحتك في الرضاعه الطبيعيه، وكاينه كذلك مساحه في الارض الا بغيتي تبدلي الحفاضه ديال الطفل ديالك، وكيعطيوك كذلك وهذا على حسب الخطوط كيعطيو الانفنت كير كيت اللي كيكون فيها فراشه جوطابل بالنسبه لتغيير الحفاض، وكذلك رياقه اللي حتى هي جوطابل، وكيعطيو كذلك ديلانجيت ومعلقه ديال البلاستيك بالنسبه للطعام ديال الطفل، وكيكون كذلك الحمام قريب ليك الا اضطريتي تستخدميه. غير كيف ما قلنا خاص تكون الرحله ما تكونش عامره باش هكا تلقاي المؤخره خاويه وتقدري انك تاخدي راحتك في الجلسه وفي الرضاعه الطبيعيه وفي تغيير الحفاض الى اخره. بالنسبه للوقت ديال الاقلاع والوقت ديال الهبوط باش الطفل ما يتسدوش ليه ودنيه، هذا الشيء كيطرح حتى الناس الكبار، فيمكن لك تتفادي هذا المشكل بالنسبه للطفل ديالك بالرضاعه ترضعيه او تعطيه البيبون ديالو سواء يكون فيه الحليب او الماء او اي سائل. المهم هذاك العمليه ديال البلع كتخلي ان الودنين ديالو كيتحلوا وما كيبقاوش مسدودين. اما اذا كان الطفل ناعس فلا داعي انك تفيقيه حيت راه ما غادي يحس بحتى شي حاجه، غير خليه عليك ترونكيل. واذا كان الطفل ديالك فوق 6 اشهر وبديتي كتعطيه الاكل فجيبي ليه كذلك الاكل المفضل عنده، الاكل اللي هو كياكله برغبه باش ما تلقايش معاه مشكل بطبيعه الحال. وبالنسبه للحليب الصناعي الا كنتي كتعطي حليب صناعي فيمكن لك تطلبي من الوظيفه انك تجي انها تجيب لك ماء دافئ باش تخلطي الحليب ديال البيبي، وجيبي ليه كذلك لعبه او لعبتين من اللعب المفضله عنده باش هكا الى قلق وجاه الملل كيلقى باش يلعب وباش يتلاها في الوقت ديال الرحله. واخر نصيحه بطبيعه الحال ما ترديش ابدا انك تطلبي المساعده سواء من لي زوتيس دو لير المضيفات ديال الطيران او حتى من الناس اللي جالسين حداك، الا احتاجيتي اي مساعده ما فيها حتى شي باس، وان شاء الله تدوز الرحله ديالك بخير وبدون مشاكل وفي احسن الظروف. كنتمنى ان هذه النصائح هذه تفيد اي سيده اللي غادي تسافر عبر الطائره لاول مره مع الطفل ديالها بوحدها، وكذلك تكونوا خديتوا افكار على الاشياء اللي غادي تحتاجوا خلال السفر وعلى الطريقه ديال تنظيم الحقيبه ديال السفر الخاصه بالطفل ديالكم. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال اعجابكم واستفدتوا منه، ونشوفكم عن قريب ان شاء الله في فيديو قادم. الى اللقاء.